فصل في استحباب قول آمين بعد الفاتحة. فصل هذا كان فاصل في استحباب قول آمين. آمين قول شسن المدهدي فصله بعد الفاتحة فات هذا بعد شيء آمين لرو قول شيء قول كاسن المدهس ينفصله. يستحب ميل الصنايعي لكل قارين كي أخر يوكست لنكستو قران أخر يوم ميل الصنايعي كان القاريو قاري قصي هذا في الصلاة دي صلاة دتيك جرا أو في غير في غيرها غير الصلاة دي صلاة غير شك سكون هذه بميل سنة إذا فرغ القاري هذه فارغه من الفاتحة فات هذا شك فارغ نقد أي يقول إنك قول السنة يستحب نائب الفاعل شوا يستحب لكل قارين أي يقول إنك قول آمين كقول يا السنة ولا حديث وحديث في ذلك في استحباب قول آمين آمين قول شسن المدهد حديث أورور كثيرة تبضوا مشهورة حديث يدي تشورو تعان نغتوا وقد قدمنا ما مريسنا في الفصل فصل فصل كاسو قبله قبل الفصل فصل كمورتي سادي ما مريسنا أنه شاني يستحب إن للصنايا وأن يفصل إن للشلسارو بين آخر الفاتحة فات هذا آخر سوى آمين وآم وقبل آمين آمين أرتي على الشرسارة وصنة التساسة شيني والله اللي مركز أرسلي آمين كورو ما ولا وير الشرسارة وقد قدمنا مهمري سنة أن الفصل فصل 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 كاسو قبله قبل الفصل فصل كورتي سادي أنه شانية يستحب إنه صنع يفصل على الشرسارة بين آخر الفاتحة فات هذا آخر شوى آمين وبين آمين آمين لم نتيول شلسار بسكتة آمسو لك شلسار سكتة آسو لذيفة يرك شلسار ومعناه معنى القول قول كاس معنى شيء ميبوا ومعناه معنى آمين ده ومعناه معنى آمين آمين معنى إذ ميبوا اللهم استجيب أوكلوا آمين إله أجيب ساسو اي اللهم يا الله لا يستجيب اله اجيب دعائي دعاء يجيب وكله وقيل ميل ري كذلك سلاس اوكل فليكن الحكم حكمك هذا معناه سدن ولد وقيل ميل ري معناه معنى امين امن معنى شيء ما يبوا كذلك المذكور كان له شيء اوكل فليكن الحكم حكمك هذا سدن جد امين آمين تبا ميل نجيدة معنى إهدنا الصراط المستقيم مالها اللحين إلا ودد توسن نيهنوني صراط الذين نيهنوني أنعمت عليهم دد كيف فإلا هايان أدن نعم ويتي جيتيو نيهنين ما كذلك فليكن الحكم حكم كساساد ويمانا نيهنوني يوتاس ليران تهاتي سلن نجيدة نولد وقيل ميل ري معنى ومعنى آمين آمين معنى شمي بوا كذلك المذكور كان لشيء أوكل فليكن الحكم حكمك ساساد ويسكت كنتو وقيل ميل ري معناه معنى امين امين معنى شيء ما يبوا افعل فلو امين اله فل اوكل ساس فل معنى سون كوتو غني يهدينا الصراط الله اني اله فل سلم نجي وقيل ساس ميل ري معناه معنى امين امين معنى شيء ما يبوا لا يقدر على هذا احد سواك يكرك اهدنا الصراط المستقيم ودد التوسن الى اولي هنوني مليني اها هل لا يقدر مؤود على هذا الاستقامه استقامه اذكر شيء احد مؤود او احد كاسو سواك الى ودا كويريو اي كلا توغان ادن هاين ريو الله دلي بودو مانا لا يقدر مؤود على هذا كان اودو ادن او اهدنا الصراط هدايدا سما اودو احد مؤود او احد كاسو سواك غيرك الى ود غيرك او سكن كنت امين معنى وقيل ميل ري معناه معنى امين امين معنى شيء ما يبوا ها لا تخيب انت اله هو جدي رجانا رجقنا الكورج يا هنا ان نحن نذ ود توسن نحن نذ كورج يا هنا نين كو جدي ود كلا مر وقيل معناه معنى امين معنى ما يبوا لا تخيب انت اله هو جدي رجانا رجقنا هو جدي وقيل اساس ميل ري معناه معنى امين امين معنى ما معنى شيء ما يبوا اللهم يا الله والله يا أمنا بخير ساسوا أمنا اللهم يا الله والله يا الأمن أوكل أمنك سؤالا بخير خيرني آمين والو آمين بمعنى أمنك سؤالا بخير خيرني آمين والو
يعني أمنا أي الأمن أمني كسؤالنا الأمن كسؤالنا بخير خيرني آمن ولو أمنا بمعنى الأمن أمني كسؤالا بخير خيرني آمن ولو كسؤالا يكدكنت وقيل ميل ريه معنى ومعنى آمين آمين معنى هذا ميبوا هو طابع واي يعني كي أونيو شاسترايو لله على عباده الضمي شيء كل شيء يدفع ريبو به عنهم يشوى الآفات كريبو وقيل ميل ري آمين معنى هو ميبوا طابع واي هاي شريع يعني شريع تشريع معنا طابع أي تشريع جدين واي لله إلهي جدوي على عبادك جدوي يدفع الله إلهي رهبو بي بطابع آمين تصيب عنهم عن العباد كرهبو الآفات آفيالك كرهبو هاي ساسوا وقيل ميل ري معنى ومعنى آمين آمين معنى شمي بوا هو آمين تمعنى شيء ما يبوا آمين تمعنى هذا ما يبوا طابع تشريع جديد لله إلهي جديد على عباده كجديد ريد يدفع الله إلهي ريب به بطابع تشريع سي إلهي عنهم عن العباد كريب على فاتحه بآمين غران آفك كريب وقيل ساس ما معناه معنى آمين آمين معنى شيء ما يبوا درجة في الجنة كيالو جرنجلو جنل كيالو يستحق ما يبوذيها درجة جرنجل دي هذا قائلها قائلها آمين آمين لكي كقول إليه مدده دانا ساك فسر وقيل ميل ري معنى بضنغل كفسري وقيل ميل ري معنى ومعنى آمين آمين معنى شمي بوا هو آمين تي اسم واي إبرانية لغة إبران لإبراني لغة إبراني لغ نسبي لغة إبراني لروية لغ نسبي غيرهم معربين طولي عرابة ومحان آمين تي عراب مئو كلمة اسمي لكو كويتهم معنى آمين معنى هذا ما يبوا اسم واي إبراني لغة إبراني لنسبي غير معرب كولي رابان هانو وقال أبو بكر الوراق أبو بكر الوراق يعني قد قدو لنسبي وراق معنى حانش قد قدو لنسبي ميري هو آمين قوة للدعاء دعاء تيهو جياسو قوة تيهو جياسو آمين للدعاء يهو جياسو واستنزال ديجين طلبوا للرحمة إلهي دجين لكو طلبهاي واستنزال دجيو طلبهو للرحمة الحمد دجيو شيء إلهي لكو طلبهاي آمين تمعنى هذا وقيل ما إلي غير ذلك المذكور كنشاكي غير شيء معنى بضغ معنى وفي آمين آمين هذه كالسغن آذان لم صدوان فصل آمين وانتا نكبذن جيتا نهريتو ما يوالي عربتي شيء من مريس دول إلا لهم مريس ياس قيل أنت لندير نكوتو ما الكريم أنه يستحب بين آخر الفاتحة وما آمين بسكتة لطيفة وما حيساس ومعناه يرني معناه معنى آمين ما يبو اللهم استجب تاسا هريتو هرين تسلم ريسمي رانت تاس راجان كهو انت قال قيلا قيلا لهم أنا فإن وصل هدي يعني ساس وقال جماعة جماعة ميرين آمين تريساس معنى لغة يفيريه وفي آمين آمين في شيء كسون هذا لغة تون لغية عليه كسون هذا آمين أنت كي لغية كسون هذا قال العلماء ومرن أفسحها أفسح اللغات اللغية الكتانك فسأس آمين وهاي بالمهملة تور نبي سن لعن الآخر مين وتخفي في الميم من تنو الفضاي آمين آهين تاسو آمين وثانية تلام بالقصري أمين مالدريو يعني تأصوري أمين بالمهملة الأخرى أمين لما لفلس كريمي وتخفيف الميم من أمين يهيد وثانية بالقصري قابيو أمين لير أمين لن أرمان لقابي مدي هاي تيوري أمين لير وهاتان لما ضمي مشهورة تاني لما لغو مشهورتين وثالثة تنسيدات ميبوا أمين وهي بالإمالة يوتاس مع المد تيقول لقب إمالة الأخرية آمين ولا غير يعني مين يلي آمين والإمالة يومانا بالإمالة الأخرية مع المد تيقول لقب آمين يلي مين آمين ما يعني مين يلي إمالة يومانا هي
مي أعرفك كرناوك يا ولا ماي بواه يا لنتي يا آمين يلي هرلاع ماي هاي تي آمين مين تو الله سلام هذا كلكم ولا غير أفضل كتير هانغلو هلا آمين يا ولن غيبوكر إمالي لرا حكام أي شيء حال لغدن تانه الواحدي والشيء أن هم جت أول كسائي لما داسيم هم أو معلمين تكو شيء والرابعة تنفرات بتجديد الميم من تل الشيخ مع المد دي تقول القبا ميلر حكام أي شيء ها لغة هذا عن الحسن والحسين بن فضل يكو شيء حكا هو مع المد دي للقبا والرابعة بتجديد الميم مع المد دي حكا هم أي شيء عن الحسن والباهي والحسين بن فضل يكو شيء قال ميكو قولي ويحقق ذلك كاسمي حقيقي إني لتيجو من أدمي الحكا هل واحدي أنمزة والكساي حكا لمديون الشيغن همزي وكساي الشيغن حكا لمديون الشيغن ها لو غد يادي الشيغن أو ما بتجديد الميمي عن الحسن والحسين بن الفضل أبو الشيغن قال النووي مري ويحقق ما يحقق ذلك الحكم وكم كاسمي حقيقي ما ولا غير هو اللي وري عن جابر جعفر الصادق جعفر الصادق الكوري رضي الله تعالى عنه قال جعفر ما يقول ما انا ما انا امين امين ما انا ما يقول قاس الدين ان سدايان نحو كيلا وجيد ان سدايان امين فاتاد مركنا امين ما الله الى وجيد ان سدين ولا وام ولا امين البيت الحرام وان يعني تلك فصل امين ان سدان هي تنو ساس له ما انا قاس الدين ان سدان نحو كان سدان وانت دين اكرم من وفكين كلام بدن يات أي خيبة آه من أي خيبة كلام بدن تيني هذا هو جدو فلاسي دن لان كينغ سدين لان إلى هذا كينغ سدين قرب شيء مكبا يسمى إلا يسوع ساسا يلا خيالي أمين تمان هي ساسو وقال جماعة جماعة مرن كلكم فسر ما هي وهذا كلام الواحد وهذا كان كلام الواحد واحد كلام شيء امين تبي بمعنى قاسدين نحو كلام الجيد انت اكرم من تخيب قاسدا وانت دين اكرم كي كلام بدن يات من ان تخيب ادهو جاسو كلام بدنت قاسدا لك كي قسد يا بركه دكاس كلام بدنت واي قاسد لك كي قسد ولا سياسو هذا كلام كان كلام را واحد شيخ الواحد كلام شيء وهذه تنتي الرابعة وفرات أمين لفصل لغك لفصل غريبة تنتي غريبة جدا نبها إذا غريبة تتصل لك سوين وهذه تنتي الرابعة غريبة تنتي غريبة جدا فقد عد ميتريها ورابعة ميتري أكثر وهل اللغة اللغة هي الكود أكثر كود يتري من لحن الأوام ذاتك والمقرد كأم أوام أم تاء أم لغة هو رنتاس أمين لرشد مصحن انتس دتك عوام تلك هذا الان باي يعني ساسو وقد عدد ما يتريي ها لغوذن افراد ما يكتريي اكثر اهل اللغة تكتريي من لحن العوام دتك والمقرد كعوام تيه لاحين اخريا وشتك سي امين ارهيم ما ناك بس بدل ولا امين الحراب ولا امين يعني بمعنى مقتصدين انقصد اهيم ها هي الرابعة تنقال جماعة من أصحابنا ميرن وهذه تنتي الرابعة فرات غريبة تنتي غريبة وجدا نبها وقد عدى ميتريها الرواية أكثر أهل اللغة من لحن العوام دسكا وامتي لعين شكترين وقال جماعة من أصحابنا أصحاب شافك من قال لك يرو أمين إرشد في صلاة ذكر وبدل صلاة تهر صلاة المصلي ولا أمين البيت الحرام ولا قاسدين البيت وما نهض كلكم الأخرية ما بنا ولي من قال لك يقول ها كلمة سامين رشد في صلاة ما بدل صلاة صلاة من قال صلاة براس قال أهل العربية عربي ذي الشمر حقها في العربية الوقف لأنها بمنزلة الأصوات حقها حق آمين آمين حق شه في اللغة العربية اللغة العربية التي حقية لته ما يبوا ويحقق الساسوا وقال جماعة من أصحاب الأمير من قال لك يقولوا آمين رشد في صلاة يقولوا بدل صلاة براس قال أهل العربية تمير نقوها حقوا آمين في العربية تمير والوقف نيل جوجد آمين لهرو
بسكون لك جوج آمين بس آمين لنقرن لأنها بمنزلة الأصوات الصوت منزل شيء ربط آمين صوت منزل شيء ربط فإذا وصل الشخص قد يريوها آمين تريريو ففتان نونة نون تريب نون تفتحي ففتح الفنون فإذا وصل الشخص قد يريوها آمين تي يو والله لنا هريريو فتح هو من كاس غاريغ فري انونا نون تكر رهو امين انت نون تمرهو امين يهو اهي ميسا سن ولا امين انلي ها فتح نون للتغاي ساكنينو لما دي ريب نقول من غير لما دي ريب مي امين 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 يا دي ريبنت كلهم ولا هدي له رأو اتجاه ساكنين كلهم نون تني رب آمين آمين مين مين هو سدي يلا كرابيو نون كنو سن الدين رب آمين ما يكلم اتجاه ساكنين مين نون تني رب تي يا ده نرب انت لما اتجاه ساكنين كلهم هم هاي إن وصف إذا وصل هذه الريوها آمين تي لغوك الآمين يا رب العالمين مس آمين بسم الله الرحمن ما فتح فتي أنونا فتي آمين لم كرب ذو آمين قرآن وذريت ما يوالي للتقاي ساكنين لم رب ما كل من آمين نونتي أن رب يا ذن رب لم رب مصور تواس كما فتحت في أين أين سلم فتي أوكر وكيف لم فتي أوكر كما سلم فتحت فتي ذي في أين وكيف هو؟ أين الله أين والكرنويل كيف والكرنويل خب الوقف يوم هذا فدي أين كيف ما هذا فني كيف أين كل كن أين يو كيف تي ما ينصرت أنا خب أين أدرت يا ذن الرهبتي أين يا ذن الرهبتي نون ذن الرهبتي أين كيف أدرت كيف فاذن الرهبنتو يا ذن الرهبنتو أين أين هذا درتون أين نا أو بدرتو كرنوش ها لكن هذا الكلام قبل لا ولايت هذا الكلام اللي هري أين لما تجلس تقال سنة كل ما هن كل أين نا لرلايو كيفا لرلايو ريت سالم فتي تان آمين نا هذا درتو آمين أدرت مين يا دينو ربنا نون تينو ربنا تان هذاس جلس تقال ساكنين نون تي أني سالسليان نبي منزلة تلاسواتي وريت حقها في العربية ما هي الوقف بالسكونيو لأنها بمنزلة الأصوات فإذا وصلت دي هريري شخص غاريها آمين تي هريريو فتح نونا نون تفتيه آمين مرايو آمين خرام ويدو آمين بسم الله الرحمن الرحيم خرام ويدو للتقائي ساكنين نقول من آمين يادن رحب نون تي رحب سائر كنا نقول من كما فتحت صدن فتيه دي أوكر في أين وكيف فتيه دي أوكر أين كيف ما لركن خلقن كي أين كيف لرهن فلم تكسر ملك سرين آمين ملر لثقل الكسرة كسرة أوليس بعد الياء بعدش كسرة أوليس آمين لر آمين يانو واتن تيال غاقين السكون ريبن تاسا يات ابن غلاسرين آي فلم تكسر ملك سرين آمين ملر آمين لر ميلن أرواي لنقل الكسرة كسرة يالغوري بعد الفائفة بعدش كسر دي آميني هذا فدي يلقور يلي فلم تكسر مال كسرين آميني ملل لثقل الكسرة بعد الياو آمين يا ننتجرت نين لر آميني ولا هذا الكلام سنك ذي آمين يرهم آميني ولا سنك ذاس كل كن غاهي سأسرهت فلم تكسر مال كسرين آميني ملل لثقل الكسرة كسرية ثقيلة بعد الياو آمين يا رب غدنا نين لر ثقيلها فهذا كان متصر بما يتعلق تعلق يوبي لذي أمين أمين لفذيك تعلق وقد بسطت القولك ولفذي فيها في أمين أفذي بشواهد مع الشواهد شواهد لك وزيادة الأقوال مع زيادة الأقوال قولي الزائد لك بيفذي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات تهذيب الأسماء واللغات كتاب لرمي لا إذن كبسطي لي قال العلماء والمضمرين ويستحب التأمين أمين سدو لصناع في الصلاة صلاة أمين لير لصناع للإمام لصناع والمأموم لصناع والمنفرد لصناع لانكاس ولا الله لين هوبر هو شريت كذا سامين ده هو إمامة تامين هو مأمومة تامين
ويجر الإمام إمام الجهر أمين الجهر والمنفرد الجهر بلفظ أمين أمين لفظ الجهر ما في صلاة صلاة التي الجهر صلاة سو السرية ما الجهرية الجهر كل نسبة صلاة أمين بدن اللي تكذو أمينة الجهر واختلفوا علماء الخلاف في جهر المأموم إمام الجهر وش أمين الجهر الخلاف والصحيح ما إليه وأن المأموم يجهر الجهر أمين غيره وثاني كلام لا يجهر من الجهر وثالث يجهر المأموم الجهر إن كان هذه هذه جميعا كثيرا هذه هذه هي ان كان المصلي هذه هذه جمعا في جمع جماعه هذه جماعه سو كثيرا كثيرا فربنا هذه سلاه امين تفران لجير والا هذه جماعه جر جنات توغاو امام كسديد لي رنس سرنين فلا يجر من الجير واست امين غره ويكون تامين الماموم امام امين سلو شهاده سمع تامين الامام امام امين سلو شمع شهاده امام مركي امين هبلادين امين دن كورمرتي لا قبله قبل الإمام إمام مرتس أمين ما هذا صلاة بعد أو بعد الإمام إمام بعدش أمين ملك هو يسوع لقول النبي نبو قول شين دليل صلى الله عليه وسلم في صحيح في الحديث صحيح كقولي وإذا قال الإمام هدي روى الله لين أرفع قولوا ده أمين ده فمن وافق لن يوافق تأمين أو تأمين من فمن وافق تأمينه تأمين من كأمين سدو شيء تأمين الملائكة توافق وغفر له لمن لن نافع ما تقدم لن نافع ولا غير مري من ذنبي ذنبي شيء ولي غير مري وأما قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح كقولي إن إذا أمن الإمام إمام دي أمين صدو فأمنوا أمين صدو فمعناه معنى القول يقول كاسمانا شيء ميبوا إذا أراد المأموم دي دون التأمين أمين صدو دون فأمنوا يسين مركز أمين صدو ألف أمين ما بالله إمام كذين أمين بالله إن الكور مرتو أمين كور مرتو جدال شيء لكوية مالا قولوا قال أصحابنا مرين وليس في صلاة صلاة التي مهان مولي هو يستحب لصنايا أن يقترين قول المأموم بقول الإمام إلا في قول أمين ما salaad la tii maamum ii on imaam sihirin meel oo maamum waafaqo gool shee imaam waafaqo loo galay ma jirti la tan maayno muqaarana ma ilaaray muqaaranada shal eto muqaarana waajib ay muqaarana sunnah muqaarana kirsanta kama daraasas muqaarana kirahiya muqaarana haramayo muqaarana haramay bi imaam ki bal hiridayte allahu abu saradin allahu alayhi rahmat mis assalamu markadin assalamu alayhi rahmat muqaarana haramayo ta salaad ban gundumaane ku buras مقارنة واجب إهو إمام لوافقه واجب إه يعني جرت مانا مقارنة سنة نجرت آهي مقارنة ستتنقلقو مقارنة اسمي بوا إمام كيا وافقه هايت مقارنة أم بنا وينو ما مقارنة سنة وده أمين على راسو إمام إنكو قدال مرتول فضائي جيك أمين على راس قال أصحابنا مرن وليس في صلاة مهان مولي عمان مولا قاسو يستحب لصنايو أي يقترن إن الهريد صدو قول المأموم الهريد بقول الإمام لصنايو مهان إلا في قوله قول المأموم آمينك قولوما إمامك آمين لرسول ما حديث رسول كان دليل صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه لأنك آمين تسين آمين ملائكة لمن دمشه والنافه ملائكة آمين شمال كل ماس إمام الله آمين سداس إمام مركي آئره وذين آمين ده بس ملائكة الله آمين ستي دمك والله فوريد ها هي وأما في الأقوال الباقية أقوال الباقة هاتي فيتأخر قول المأموم وأما في الأقوال قولي الكسل باقية باقة نقدن فيتأخر قول المأموم مأموم قوم شيء أو قول شيء كذا المرهو او حته وافقوا سنن هاي مغارن او حرام اي ميبوا الله اكبر امام كمر كره الدين الله لرت بس السلام مركي صلى الله عليه وسلم لرت مغارن ارغو صلاتك براسو مغارن سنن ان تن امين مركي او امين لذلك الامام مغارن كراهي ان ميبوا امام كيا هل ركع كل هور مرهي ادي كل هور مرهي مسوسي كل هور مرهي مسكول جدال مرهي مغارن كيا مثل هري سلايت بيد امام کی ہوب رکو اب رکو اس سجود سجود اس درے رائٹ مگرن میں نگلا سے کراہی ہے وہ امام لہری اسلام امام یہ نیل گدال مرو لفائے فنو کو گدال مر اخری سنت کو ہر مر ہوب لہری اسلام تو فاتح اخری لاخری ہے تو سلم ابن سلم ہے تو درے رائٹ واقعی امام کی ماموم نمدی ولا امام کی کی میں نہ خودم بو انما جعل الامام ليتم به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم امام میں ولا نیل کدے خوب ادل سد نساء ستان مسجد مسجد دان او لام گوب جينگه تيم مكدي داي تي مركز ريت عمر تول فداي رونو سو كور مال دين كتب سيت واما في الاقوال الباقيه تقوال باق هاتف يتاخر ما قول الماموم يجد المرء قول الامام يكو جد المرء كان وري لكن مهم اني الحديث سد سنه
مقارنة أصلاً بلنا سجود التلاوة مقارنة كلاهي أنا ما يبوا ركوع للركوع أي سجودي وقران كلا الآخرية هاي والله هري سني مقارنة كلاهيو مقارنة حرامين ما يبوا ولي حديث الله مركير أدين الله لراسو مسا السلام وراء أدين السلام لراس مقارنة حرام يوتاس مقارنة كلاهي أنا ما يبوا أفعال إمام كاد مركز تلدره راسو كلاهيو كقدر مرتول فدو سجود التلاوة أخري سنتي سجودي مركي قران كلا آخري صلاة ذيك آخري ديا بنا لك يا نسلا نتيا بنا لك أخي ذا بسجود التلاوة للصناعة وكفير سوي هون شقابي وانا إذا فيني وهو سلوج سجود التلاوة مما يكون ذين يتأكد الاعتناء أندر يلو بمؤكد نغلو به بما ما شيء إن الأندر يلو لدن يبؤكد يكون ذين سجود التلاوة وهو سجود التلاوة بما يكون إذا يتأكد أتكاذو على اعتناء وتريلو به بما مغلين لن تريل أتكاذو فقد أجمع العلماء والمضمع كإجماعين على الأمر بسجود التلاوة على الأمر كإجماعين بسجود التلاوة التلاوة أخي سنت سجود دين للسأمني أمر كأسوي كلكم واجبا مصنوع صدوا رسول الله أمرهن سجودا له سجود هذا أمر واجب صدوا واختلفوا المضمع إسلافنا في أنه شانيه أنه أمر 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 استحباب أي أو أمر إيجاب أي خلاف واختلافوا المذهب خلاف في أنه أن الأمر أمر كاس أرت أمر إني جر والشيء تلاوة سجودية لا يتدامني أمر كم أيه واختلافوا ما خلاف في أنه أن الأمر أمر أمر أي أمر كاس أو أمر استحباب في أنه أن الأمر أمر كاس أي أمر استحباب أي أم أمر إيجاب أي تأسس خلاف فقال الجماهير ما أن ليس هو أمر كاس معناه بواجب مهانه أمر أو سجود تلاوة أمر واجب منه بل مستحب بل هو أمر كاس مستحب بل هو فعل كسر سجود تلاوة سجود أس مستحب منه وهذا استحباب كاس قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وقول ابن عباس وقول إمرأة بن حسين وقول مالك وقول الأوزاعي أوزاعي وقول الشافعي وقول أحمد بن إسحاق أي أحمد وإسحاق وأبي ثور قول شو أنت سيمة قول شو صن إني تو آمين تواجب هاينو وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى مري هو آمنت لفظة أو سجود التلاوة فلان هو سجود التلاوة واجب ومرمنا واحتج ما يحج يستدعي إمام أبو حنيفة بقوله قول الله تعالى فما لهم يوم ينصون هذه لا يؤمنون أن رمينوا ما يمر ما ينو تاس وإذا قرية عليهم كرشو القرآن وبعض القرآن الكاخيون لا يسجدون سجودا ما يكديهم ما سجودا ما واجب كل ميلا لقاضي لي وحنيف سجود به سجود تلاوة أو الفضة إسلاحيت وابو أجيب بليوس واحتج الجمهور لكن جمهور تواجب ما يصنوه إلى أنه يحجي سدين بأن بما صح والإن صحيح وجه بما حديث صح صحيح عن عمر بن الخطاب كان صحيح رضي الله تعالى أنه أن عمر أقراه هو عمر أخري على المنبر منبر كل شيء سوك سوكني يوم الجمعة تجمع مالنتي ما يخري سورة النمل أخري حتى إذا جاء هو عمر مركي ديري السجدة سجودي أو سورة النمل كجرتي مركي ديري نزل دقي دابدي من بركي أكو دقي فسجد على الأرض كسجودي وسجد الناس دات كنا سجودين وا جميل الرجوان خد بالآخر ياي خد بدي آي ديبان ديري هدقي دولك كسجودي لما لا بين أوتمانا هذا قرآن كآخر يا صوبك توست ولا سجود كرو قال ما يكو قال يا أيها الناس قال عمر عمر ما يكو قال خد بدي نتية حتى إذا كانت الجمعة الجمعة مركي حصل لي كانت أميكول حتى إذا حصلت الجمعة الجمعة مركي حصل الجمعة صل قابلة وقابل سنايتي قراءة هو عمر هذا آخر بيا بسورة النمل آخر حتى إذا جاء مركي ديري السجدة سجود لي ديري سجود لنس دياريها يقال عمر مير يا أيها الناس ضدوا كوان هو إنما إن كل معنى نمر نحن ونمران بسجود سجود مران سجود مران فمن سجد لنك سجود فقد أصاب سنة سنة أصيب ها سجود سجود صنفه هاي فقد أصابه ومن لم يسجد لنك سجودا فلا إثم عليه على من كوشيد من مهانيري ولم يسجد عمر عمر ما نمسجد سلن سقاي مسجود نوا روا ما يريه حديث كالبخاري بخاري يريه وهذا الفعل فعل كن كان والقول قول كن كان من عمر عمر هالك هذه في هذا المجمع أهي يعني دليل واي دليل كسو ظاهر وليمانا وهذا الفعل فعل كن كان والقول قول كن كان من عمر عمر رضي الله تعالى عنه هالك هذه في هذا كنفيشن هال هذه كي المجمع يا صابت كل سنين أصابت كل سنين هرتي أسكليا
يعني سجل لنك فضل سجل لنك فضل سجل لنك فضل دليل واي دليل كسو ظاهر ظاهر على سنية سجود تلاوته سجود تلاوة إن السنة أتي الدليل أتنهي واي وما الجواب جواب عن الآية آيدة شلك الجواب التي آيدة سو احتج حجة سدي بها بالآية أبو حنيفة حجة سدي رضي الله تعالى عنه فظاهر يانتي بناك يالو أصول واجوا ريميري فما لهم لا يؤمنون ما يومي كدين رما يوائن وإذا قرأ عليهم القرآن والكاخر يهدي قرآن كرشو الكاخر يون لا يسجدون سجودا ما يكدي يا إلهي ريهن ساس درادية لنك سجودوا آيه ما ينسجودوا يا إلهي ريهن هذا يسنع واجب هل سجودوا سلي يسون آية سنغاز وأما الجواب جواب عن الآية لك الجواب التي آيدا سيحتج أبو حنيفة حجة سليم بها بالآية رضي الله تعالى عنه فظاهر فهو جواب كسوي ظاهر كي أضب بنان كي أنه وما ظاهر كي يوم ما يقول لي أن المراد أن لجدد ذمهم ليو دات كاس قال ذا حيدار ذيو ما يقول حيدار ياه على ترك السجود سجود كتبوش تكذيبا وان بينين كتب كما قال الله تعالى بل الذين كفروا يكذبون إلى الله kubeenin ku kulkun quraanka beenisiin wala sajuud waan kulkun haydaarada soo sajuudu ku tabaw ku ya ku tabeen oo takdhib beeniyo iyo ku tabeen alkaay sidoo maahin waajib ma ahum ana sajuud waajib tu siyaas ayd mutu siyaas waan wadaalika fadaahirun waay waahay wadaalika ranka asna daahirun waay daahir faabitun wa sawahasilun anti aranta daahiratan wadaalika ranka asna faabitun wa hasilun may wal li'anna al-murada li hadha al-mulku billah wa la qadirin meela li'anna al-murada والجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة جوابته فظاهر منكم انتان دي ما يوالي وكلكم إلو جملة إلو ما يوالي وذلك رنكاس كاسين ظاهري ثابت وحسن الجرتل ما يوالي لأن المراد لجدد ما يبوا ذمهم ذم الكفار قال إن اللي حيداريو على ترك سجود سجود كتوشرك حيداري ما يسجودون كتوايا تكذيبا من تكذيب بينه وإله بابين سنين كما قال الله تعالى إلى سيدك قال بعد الآية أيضا بعد شيء إلهي ما ربل إني أني سجدا أصلاف الذين هن كفروا كفريا وأب يكذبون بيني قرانك ببينيهم وثبت في الصحيحين مسلم البخاري مسون هذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه وأن زيد قرا سيد آخري زيد بن ثابت كاتب الوحي آخري أي على النبي أبو بكر شيء قرانك آخري صلى الله عليه وسلم قلب والنجم يا آخري فلم يسجد النبي نبوه مسجودنا ونجي كل شيء لك أغري ما نسجد ما سجدين جر ما نسجد كلكم هذا سجود واجب هذا فدي سجود تلاو مسجد ما لعرفان أي واجب جذب فدي رسول وثبت في صحيح أن مكسون هذا أن وأن النبي سجد النبي سجود أي في النجم في آخر النجم سورة النجم آخر شيء سجود مرة كتب يا الكريم مرة سجود معها فدل الحديث ما يتسي على أنه أن سجود تلاو داس ليس هو سجود كهانة بواجب كهان كاسات تسيه مر هذه رسول كرشي الكاخر يأي سجودي مر الكاخر يأي سجودنا إني سجودو بواجن هاينو سجود تلا واجي ما سنو ترد ميغاو بيان فصل في بيان عدد سجدات كترد وضلع دي ومحلها محل سجدات كمحل شان العدي ميلو سجودي الكتمية فر أوكل وسيني شان ايو ميليو كسوغنين ميلو كسجودو بيان فصل في بيان عدد السجدات السجوديات ترضى لا داي ومحلها محل سجدات محل شو لا داي مفصل إياه أما عددها عدد سجودي سجداتي أما عددها عدد السجدات السجوديات كترضيو فالمختار كان الدور ذي الذي مختار كسوق على الشافعي الذي كقول رحمه الله تعالى والجماهير قال الجماهير نكقولين أنها شافعي لما الجماهير تنون لقبان والمدسدين بذنين أنها أن عددها عدد السجدات سجدات كاستردئو 14 تم يفر إني أيهم سجدة من سجدتين 14 سجدة تم يفر سجود ترسوي كلكم تم يفر في العراف في كسوناتي وفي الرعد كسوناتي وفي النحل كسوناتي وفي سبحان وفي مريم وفي الحج سجدتان كسوناتي وفي القرآن وفي الفرقان سجدتان كسوناتي وفي النفل سجدة والف لام ميم سجدة وحميم سجدة سجدة والنجم سجدة وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك سجدة تم يا فرتي سكين
سورة العراف سجودة كجرت معروف سورة الرعد ساسوكل سورة النحل ساسوكل سبحان معروف آخر شيء مريم أوكل نتيك جرت وفي الحج سجدة تاني حج كده فتيز لما سجودة كجران وفي الفرقان إن سجدة وفي النمل سورة النمل يان سجدة والف لاميم سجدة وحاميم السجدة أنتم كل سوء السجدة وكسونا هذين وحاميم السجدة يان سجودة كجرت يان والنجم من السجدة وفي إذا السماء شق السجدة إذا السماء شق ديان وقرها باسم ربك أن دمويت تميو أفرتي سكيهم سات والك دار يهد سات سجودي مالك دار ما وسيني شق واكو وأما سجدة سات سات سجود للسجودة فمستحبة والسنة لكن ليس دي سجدة سات مهانة من عزائم السجود سجودي الكلات كاي مكمل هانو أي من عزائم فرائل يلك فصل آيات مئة لكن ليست هي سجود سجدة مهانة سجدة صاد مهانة من عزائم سجود أي من متأكداته متأكدات سجود سجود كقوض سجود ك سجود يالك قوض لا تكاي مكمل هانو ثبت في صحيح البخاري ما يكسون هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس ما يقول سات ابن عباس ما يقول ليست من عزائم سجود سات سجدة صاد يراس سات سجدة صاد سات سلادل سورد لراو سجودك لا جرت فغفرنا كذا شكو بالله وداس ليست من عزائم السجود سجود أو مؤكدات كمكم دوان لكن وقد رأيت النبي نبغى عليه صلى الله عليه وسلم سجد سجودي فيها في سات سجودين أرغيه آهي كلكم سجودي جرت لكن واجم عزائم أو هذا المذكور كان لشيء سجود سات إني سنن هاي يعني واكي سجود تلاوة ونكمل هاينا مي بوهام أي كتابي مذهب تكتابين هذا كان مذهب الشافعي إمام الشافع مذهب شيء ومن ومذهب من قالك قولي بمثل مثل الشافعي شافعي مثل شيء قولي سنن مذهب شيء وقال أبو حنيفة تميك قولي هي سجدات عدد السجدات هي عدد السجدات سجودية الكتردية 14 تومي فرواي ايلان من ايلان ايلان الله نغدي ايلان نغدو نغدي تومي فرواي لكن ميت دي سون وقال ابو حنيفه تمي كقول هي سجدات التلاوه 14 تومي فرو ايلان لكن اسقط ابو حنيف ميت دي ثانيه تطلب من الحج كريدي هاي بوس يمي كريدت واثبت سجده الصاد نسوقي وجعل والها سجده الصاد من العزائم ها مؤكدات كوالها من المؤكدات يا كتري خلاف له الجماهير تخلاف شهو وعن احمد امام احمد ما الكوري روايه ثاني لم روايه الكوري احداهما لم روايه تودي وكشافيه لمديا ثم يفرت سجود وصاد جرن والثانيه تلما ان 15 تبك ولتم ايشان ثم يفرم السوغاني يا احمد روايكم اذا زاد صاد صاد زيادي ثم يفرض هاي ستادول ثم يفشك ما ساري وهو مذهب كاس قول أبي العباس بن شريح وهو أي المذكور كان ليش يجي كان تومي شنتة تومي سجد مير تومي شن مير هذا القرآن سجود تلاو كجرت لير وهو مذكور كسيق قول أبي العباس بن شريح وقول أبي إسحاق المروزي هو من أصحاب الشافعي كم يدهو وعن مالك ما الكوري هي رواية تاني سون إمام مالك لم رواية الكوري ترداس هداهما كشافعي المديه تومي فرو وشروا ما تنشوروا يسن لما يبوا لما تنشوروا يسن لما تنشوروا يسن إعداء عشرته ثم يفرقوا يسن صبح خميسة نوم بسجود تلاو مكجر طليوس لما روا تنشوروا يسن ساسقب أسقط ما يريد النجم سورة سجدة النجم كو وإذا السماء انشقت وقرأ سد سجود ما يعني خميسة نوم ميقى سجود كجرت سجود تلاو سدية سليما سورة النجم إذا السماء انشقت iyo igra sadidi sajudad bam ka jaran erus rabi tumiya far sadu ku goy kulkum tumi shande tumi shan hadis sadu ku goy makin tumiya far sadadul goy tumi ko makin raso sausu wa wa gol ku suge qaw lu qadim li shafi imam shafa ta gol ka sagab jari lakin wa sahih imam shaf sada sahiga ayman khilaf shaf khilaf sada sahiga ma alladhi yu qaddamna marisinu ma go tumiya faru sad man ka jarnu ولا حديث وحديث حديث سواء صحيحة أن صحدي إن تدل هي حديث تسياس عليه على ما قدمنا ولنهمر يسنية تسياسها أما محلها
محل السجدات سجدات التلاوة محل يالشو يا دن فرتلك انت تعبدي فسجدة الأعراف سورة الأعراف سجودك جرت في آخرها هو بعد ما يت ليس جودس والرعد فسجدة الرعد سورة الرعد سجودينا عقيب قوله عز وجل بالغدو والآصال كتبت قانوا بعلامة بانوريان ميل سجودهم والنحل فسجدة النحل سورة النحل سجودية ويفعلون ما يؤمرونه ولكن آدم إلى آخره دي سجودة وفي سبحانه ويزيدهم خشوعا مركز ميل دير تسجودة وفي مريم خروا سجدا وبكيا خروا هبدا سجدا عليهم أدين كدرسنا وبكيا بو أوي تنتهاب لكو هل نرمجو سجودة لكو هل يوم خروا ليهم سجدا هالين وبكيا هالين بكيا هين جرتو سجودا كدر سلانو سجود لك هلا يوم هو بكيا كدر تون فيل هذا فديو كل كنس ميلو ين ميل للسجودة والأولى تقول من سجدة الحج حج كل ما دي سجودة تقول إن الله يفعل ما يشاء وثانيتنا وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وفعلوا الخير فلا لعلكم تفلحون لكي تفلحون ليبان تنم فداسانها خير فلا خير كما يكون مدى سجود بكم مدى سجود والفرقان وسجدة الفرقان وزادهم نفورا ميل مركل لدير السجود وسجدة النحل سورة النحل سورة النمل لوريدي سورة دي من كما قدري سجودية رب العرش العظيم وآلف لا وآلف لا ميم تنزيل تاس ملكين شيغو وهم لا يستكبرونه تتجافى هرتما وحاميم يعني واقي مثلا لا يسمون وحاميم وسجدة حاميم حاميم سجودية لا يسمون واي والنجم وسجدة النجم سورة النجم سجودية في آخرياتي وإذا السماء انشقت لا يسجدون وبلا لسجودة ملك لا يسجدون ملتيه وذي أقول عليهم القرآن قرآن الذكر شلوك آخر لا يسجدون مسجودة يعني هذا مركز فده تختاره مركز مسجودين بل كل هذه كل كن سجود سولي هذيك المسجودين كدر سماس خطره معنا إن سجود له وقهي وقرا وسجدة إقرا إقرا سجوديا في آخريات وسجود وقت قريب وفي آخرها ين من آخر شيء كسجود سؤال ولا خلاف 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 كسو يعتد به بالخلاف لتريه في شيء مهان من مواضعها مواضيع هذا شأني قال ماذا لون سواء فكسين إني ميلو للسجود إلا ميل الخلاف إلا التي في حميمة فإن العلماء اختلفوا فيها إسخلافا فماذا هو الشافعي وأصحابه إنها ما ذكرناه أنها عقب يسأمون إن يتو وهذا مذهب سعيد المسيب ومحمد بن سيرين وأبي وائل إلى آخره ميري ولا خلاف خلاف مهان خلاف كسو يعتد للتوذمو بي بالخلاف خلاف كل التوذم أو مهان يعتد للتريو به بالخلاف وليس كل خلاف يعتبر ماين خلاف كل شيء كله في اليوم مهان والبدن أو خلاف لنشان أو سجر خلاف برشة ولا في اليوم برشان ولا في اليوم شاكي باللنوين وها خلاف كتب الشان أي والأنكر لكن هذا خلاف وين مكجر انت ولا خلاف خلاف كاسو يعتد به بالخلاف للتريو كائن مهان في شيء شيء لا تسمع عن شيء قصوم مواضيع مواضع السجدات سجدات مولى يالشو إيه أنت هذا شأني لي لم بدنيو إلا التي سجودي ما في حاميم كجرت فإن العلماء اختلافوا والمذ خلافا فيها في حاميم تيدي خلافا فمذهب الشافعي ما مشافع وسابي ومذهب سابي شافع وسابي شافع مذهب شو أنها إنها إن السجدة سجودية ذا ما غني يتو ذكرنا شأنه ما وأنها أن السجدة تبع عقيبة يسأمون يسأمون إربتيتو لا يسأمون ميلو إربتيت السجدة وهذا مذهب كان مذهب سعيد بن المسيب ومذهب محمد بن سيرين ومذهب أوائل شقيق بن سلامة ومذهب سفيان الثوري ومذهب أبي حنيف ومذهب أحمد ومذهب إسحاق بن راهويه إسحاق بن إبراهيم الأنكسي راهويه مشهور كيا أنتم ما كتبنا سيئنا ده شيئني تمي أفرت مولع مولع يالك الشيخني يقولين خلاف غير مجر لكن تد خلاف إذا فيه وذهب آخرون تبعا إلى أنها نكلم كتبا إلى أنها عقب قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون للسجودين
إن كنتم إياه تعبدون مركلة رول سجودين تاس لي خلاف جار صدر دكتي خلافين صدر حكام أي شيء هو مذهب كان كان أي شيء ابن المنذر يا شيء ميرني هذا هي وذهب آخرون إلى أنها عقبة قوله تعالى حكام أي شيء هو قول كان كان ابن المنذر الشيخ عن عمر بن الخطاب وعن الحسن البصري وصحابي عبد الله بن مسعود وابراهيم النخعي وابي صالح اهي وطلحه بن مصرف وزبير بن الحارث ومالك بن انس انت سيك الشيخ والليث يك وعن الليث بن سعد امام كويني ليث بن سعد امام مالك سدرجها لكن امام مالك مشهور نغدي وسم قال دغي مدينه فدادي ميلا علمك دراسياي لا تنسون مصر بديد يا قلي ميلا المشيك باباي لانكو لك مشهور كنا قدون ما يبوا اني استاذ دراسه بيو علوم تدد برو مركاسا مشهور نا قدكر كم او بدن او دد كل اخريا ين ما دد كل كو علم بدن لا رغو دي كورت لكن لانكو لا اخريا اسمي مشهور كنا قدي كي همي بول اخريا هي ساسا مشهور كنا قدي امام مالك امام الليث ميل رئيس كو درجي هاين علم هوب لك نغد لكن اي حد مشهور امام مالك لما لكثرة دراسته دراسته سبقنا ايت مدينه فدادي منبع العلوم يا فدادي معنا مساي او ميل الرسول صلى الله عليه وسلم بيت سي هايتي كعبدي مدينه فدادي ميل علوم كدرس يا مركي دم الى وسلرو امام دار الهجره لرمان امام دار الهجره لر كل علوم توبد برت ريد مي بوا سدي علوم تني لدرسيو بد بد تو الهي كبر سلك درسي فديل كديد علي معنا ما هو علوم تي برت ريد توليال كذا لقالوا ميلو سكول فدا تدتلك الدرس ماس بس جاي كيرا ولا آخر يسدي بس مقاعد بس هو شيخ رام الملكين ملايو لو كيا بدت كم قالوا إن كروا ولا آخر يعني كل ما بدتوا ما يساس كنكتي تدي في الفدا تي المجمع ما لا تبنو ساعة 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 إمام يهايرت أو إمام مالك أبت يسدرج أسكدرج أيين لكن بعد ذي ساعة هو سنك دي مقاعد شيء مشهور لنا كذا ما يعلم هاي وهو مذهب كن كان إيه أو إن كنتم إياه تعبدون لسجودته وجه واي لبعض الصحابة الشافعية صحاب الشافعية تلاميذ بعضكم إذا تكاسا قبا حكام أي شيء هو وجه كاس البغوي شيخ البغوي الشيخ في تهذيب كتاب تهذيب لأنه يك الشيخ واي وما قول أبي الحسن قول شيء ما قال شيء علي بن سعيد لأنه العبدري من الصحابنا أصابتنا نهالكم إذا أي هذا لا صحابنا لنقله إمام نووي هذا الله صحابتان هو برساس وشافع منه في كتابه كتاب شيء ما يقول إيه الكفاية لرأي في اختلاف الفقهاء الكفاية في اختلاف الفقهاء أي مدى خلاف كودي كتاب كفلن كتاب كسوسو ميري عندنا ونقدان ميري ها عن أي لا إيه هذا الله أبو الحسن على بن سعيد العبدري إن عندنا ونقدان أن سجدة النمل هي عند قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون وري قال علي بن سعيد ميك الأري وهذا مذهبكم مذهب أكثر الفقهاء وري وقال مالك سن من هي سجدة النمل ميبوا عند قوله تعالى رب العرش العظيم واي فهذا كان الذي كي نقله هجوري فهذا كان الذي كي نقله هجوري علي بن سعيد هجوري هو الذي هجوري عن مذهبنا كجوري وعن مذهب أكثر الفقهاء فهذا كان الذي نقله جوري هو الذي فاعل كأيو علي بن سعيد على بن سعيد هجوري فهذا كان الذي كان نقله هو على جوري هو الذي هجوري عن مذهبنا كجوري إيه ومذهب أكثر الفقهاء صدق هذا أكثر مذهب أكثر الفقهاء مره ميلا كجوري غير معروف إنك لك سوما هان إريمانا والمعروف ما رنتي هذا شيخ صحيح ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف وير ولا مقبول ولا غير مقبول كلك بلون مهانا هاي ملك بلون ماذا سيد الشيخ بل غلط قف أو ظاهر بناك يالو شيخ سأل بن سعيد هذا الكسلية أو جمهور تبا كتابنت أسلية كتاب كسك الشيخ قف بناك يالو إريمانا وهذه ما يوالي كتب أصحابنا أصحاب الشافعي كتب تسواتو إير شيخ مصرحة حالة العدي بأنها أن السجدة بنية عند قوله تعالى رب العرش العظيم قولي إنية مانا
ويعلم ما تخفون وما تعلنون عنه وصدى ميراي آهي ويعلم ما تخفون وما تعلنون قال علي بن سعيد ميري هذا مذهب أكثر الفقهاء ميراني تاسك قفيا للي أصابي أكثر الفقهاء ميو كتبتك في ريك يا شيخ نوام وهذه كتب أصابنا مصرات على تتي لا دي بأنها نسجد تابع عند قوله تعالى رب العرش العظيمة حكم سجود التلاوة سجود التلاوة حوش هذا محلها ومبحثها حكم سجود التلاوة أخي سنت سجود هذا حكم صلاة النافلة صلاة سنة حوش يلا حكم أتو وميك الحكم أتو في اشتراط الدهارة دهارين للشرديه عن الحدث القذائرة وعن النجاسة القذائرة وفي استقبال القبلة قبلة القابل وفي ستر الأولى أورد الأسطرة سنو لن تكذا أوكلا لمدتو فتحرم ميحا فتحرم هي سجدة تلاويها رمي على منقف ببدني بدني منقف بثوبه بالنجاسة تنقصون نجاسة وغيرهم عفوين أنا عن النجاسة النجاسة والعفين أنهاينا فتحرم هي هو إنشاء ساسو صلاة سنة وإسلام تكذو كرت مايا سجود تلاوة وإسلام مدي كرتو قرآن كو إسلام آخر كرت قرآن آخر إسلام دملة لكن سجود تلاوة اللي ديره وإسلام نه تها هو كيف كبشات بنان دورة رغدو كيف كبش يستل فلا هذه كلا وإسلام شيء ما مسجود كرتو ما صلاة سنة وإسلام تكذو داس مايا تان صلاة سلمة شرط شيء مايا هو إنشاء مايل كاري حكمه سجود تلاوة هي حكمه صلاة النافلة صلاة سنة هو إنشاء ما يكلم إذا تا بالنسبة في اشتراط الدهارة دهار إن شرديه هدي الانفيري عن الحد القدائر هذا وعن النجاسة القدائر هذا وفي استقباله هي استقبال المقاري كان أخر يوقع بلوشي يعني شرديش وفي اشتراط الدهارة وفي استقباله هي استقبال المساجد كان سجد يوقع بلوشي لولا تقابله وفي ستر الأورا أورا ستروشي انت أسكر لماذا تو فتحرم هي سجود التلاوة حرمي على من حرم كوات ببدني بدني من بدني شيء أو بثوب بثوب من كثوب شيء نجاسة هات نجاسة صغير ومعفوين أنا عن النجاسة النجاسة طلع في نهاين وأما المحدث كي ويسلان تهاي أو قرآن آخر ياي سجود التلاوة وقت شل ديري وعلى المحدث ده كانوا ويسلان تهاي كل شيء ميها إلا إذا تيمم وعلى المحدث كانوا ويسلانته كل شيء ما يها ما فتحرمه رهجك هذا فتحرمه هي سجود التلاوة حرمه على من ببدنه أو ثوبه نجاسة وعلى المحدث نهرانه كوات رهجك هذا فتحرمه هي سجود التلاوة حرمه على من حرم كوات ببدنه أو ثوبه نجاسة وعلى المحدث لن ويسلانه حرمه كواته انت قريب هذا لك لكن ستنا سمعي إلا إذا تيمم المحدث كان هو إسلام تأتي قبل بوشد في مولاه كقبل بوشد مولاه قصوا يجوز منه في المولاه التيمم هو للغالب أن بيلن كلان هذه سرور قبل بوشد مركز وتحرم هي سجود التلاوة حرام نقلاص إلى غير القبلة قبلة غير شيء لن تكون كتب قرآن قبلة أفكي يدي ميلك آخري إرتين يدي ذا قبلة أو سجود ديرون هدو قبلة أفكي يدي ذا وتحرم هي سجود التلاوة حرام إلى غير القبلة قبلة غير شيء إلا في السفر السفر ديتما حيث ميل تجوز النافلة تصل بنا أو تلا غير القبلة بنا أو ت يسجود التلاوة كدير تما ها كوفران درر أي باور كميل سجود مركز صل ميل من تك دانها سجود كوفرتون تكوي سجود وهذا كان كل هذا كان كل شيء متفق عليه كل شيء وافق سنيوال حكم سجدة السات سات سجودية حكم شيء إذا قرأ القارئ في القرآن كأخرية هذه أخرية سجدة صاد أخرية فمن قال لك يرى إنها إن سجدة صاد من عزائم السجود سجود أو أتأذك يكم إذا تلنك يرى قال هو من كأسدن ما يقول يسجد سجود سواء قرأ شخص أخرية ها سجدة صاد أخرية في صلاة كأخرية أو في خارجها كسائر سجدات بالمدى أساسها وأما يعني ساسو حكم سجدة سات إذا قال القاري هدي أخريو سجدة سات أخريو فمن قال لنك يري لنك رلامك تباين مذهب كاس إنها إن سجدة سات من عزائم سجود من مؤكدات سجود سجودك وضلات كايو لنك قبي قال هو منك ميكو قولي يسجد هو قاري سجود سواء قراء أخريا ها سجدة سات في صلاة كأخريا أو خارجها خارج أو في خارجها خارج صلاة صلاة من أشريك أخريا سجود هو كسائر سجدات بلمنه سجود يالك باقي شلمنه
وأما الشافعي وإمام الشافع وغيره الشافعي غير شيء ممن إني قال كقولي ليست هي سجدة الصاد مهانة من العزائم من المؤكدات هان لا تكاي مكمل هان أري فقالوا كواس شافعين تي وللمد أميرنا إذا قرأ القاريو هدي أخريوها سجدة الصاد أخريو خارج الصلاة صلاة بناش سجدة الصاد كأخريو أستحب له للقاري كان أخريو لن صنايا سجود ولن صنايا ما يوالي لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود فيها في صاد سجود كما سدي قدمناه مريسين هما هو كل صلاة بناشها أخري كرت وإن قرأ هو شخصية دي أخيوها سجدة الصاد في الصلاة دي كأخري أدرتك إسيامي سوسوبة تقدائي صلاة دي لتيك أخري سجدين لها دير ما لم يسجد مسجدوها سجدوك السجدين لكن سجد الصاد القواد الله مسجد الكريم ما يوالي سجد الصاد معنى مأب سجدات كي مؤكدات كي مأب كتر يايا لا لا بنو آدم لا سجد له فإن سجد القاري وكي قرآن كأخري آيه دي سجد والعالو قاري كان جاهلون أي أو ناس أما كهل ما مئي لم تبطل صلاة صلاة ديس مبراسو سجود تلا سجود سادة سجودي هل ما مئي مس جاهلو ما قوب انوال براس لكن ما قنين والنا هل ما مئي مس كجاهل إيما لم تبطل صلاة ولكن يسجد المصلي مصلي صلاة التي سجدات سجود سجودي سجودي لساوي هل ما اندر هدين سجودي هيا هدي ما قنوالون وإن كان هو غاريغ عالمان كي علم بدن هديه أو إن سجدة الصاد صلاة التي أنك أخريان أغاي سجود فصحيح صدى صحيح أنه شانية تبدل صلاته صلاة العالم كاس عالم كاس صلاة دي سنبرا اسمي ولي لأنه زاد زيادة في صلاة صلاة التي ما زيادة ليس هو ما غهان منها من صلاة دي قمتانو سجدة الله وصلاة دي قمتانو وصاد سجودي كل قول صلاة دي قمتانو نبه أي سجودة دي أي حطوصي ما زيادة لكوي صلاة دي برا اسمي بطلة دوان كما سيدي بل مدى لو سجد هو شخص سجود لشكري شكر سجود وصلى صلاة دي تيك الأجر يا نعمي اللي شاقي بس نعمة أطلع بسوب مركز صلاة دي قلنا لي نعمة داس أرقي بلا إلهي كبت بادي سجود تيك شكري لك فضاي صلاة دي تيك سجود أرقو رأي مبنى هو قول سجود سجود شكر كما سيدي بل مدى لو سجد شخص سجود لشكري سجود فإنها إن صلاة فإنها إن القصة تقصة تبضل صلاة صلاة سجد كلا سجد سجد شكر صلاة التي سجد صلاة براسوا بلا خلاف متاس والمضوع سوافق سجين هي فصحيح أنه شأن يتبضل صلاته يعني صحيح صحيح خلاف شيء واق وثاني كلما الله تبضل صلاة براسوا ما يولي لأنه أن السجود لأن له للسجود يلا تعليقا بصلاة صلاة وابكيرين يسر جود سجود لي ملصوب النساء سجود ورتب صلاة دي نتيه ونقسم أي جنة دين تنغو تاسلك ديك سجود لي ورمد لفا صلاة دي اسمه ولو سجد إمامه إمام المأموم إمام إمام شهد سجود في ساد سجود مأموم كبا عامس هنا قدي ساد سجود اندي لكونه يعتقد هاو من كدية يسوبة اعتقاس من العزائم نت هان قطعتك نيك وطاك اعتقاس ني والمأموم مأموم كن لا يعتقد مأمين شافع وامي اعتقاس إني سجدت تات صلاة التي لنك سجد براسة فول لا يعتقد فلا يتابع المأموم المأموم الشافعي مرهو هو إمام كاس مرهو سلوى بل يفارق وفارقه يا فارق المأموم وفارقه إمام كي نية المفارق على كوي صلاة تقول شيء ودده أو مسمى سجد ولي سمدعي وحسمى إمام كي ينتظر المأموم سجد إمام كي قائمة إلي سنوك سجد وسجد من بني إمام كي معنى قدو أنه كله انتك سجد وإذا انتظر هو مأموم حديثه هو إمام كسو هل يسجد لسهو سهو سجودين هلوتي سهو سجودين فيه في ذلك المذكور يا كسونا ذين وجهان لم وجه كسونا ذين أظهرهما أظهر الوجهين لم وجه أن ظاهر سميبوا أنه أن المأموم مأموم كي لا يسجد مسجد لسهو من سجد سهو درادي إمام كي شيء سجود ساتي كل يسوع عندي انتياده سجوه لو تسجوه ملكويا للي اسكو سوغه اما فاروغه اما سرناده اما فاروغه سلاي بس ما مكرها اسيله هورا امام كيني برا سو سجودي ادا قبل كن كو كل اينوغي امام ابو يتي غاسين سلاديس ببر ادا كو كن راتي هو بدر راتي لين برا بسلاده براس سو سرو غريت مسكو فراي لما توديو ما يسن له السجود ولا علم سو